طيب هو المشهد اصبح مشابه لبعضه يعني كان الخصم في ريال كان جرانادا كان مهما كان انت عارف ان في جزء من اجزاء مباراه برشلونه اللي في الدوري او في الشامبيونز ليج هيكون في غيط صغير اللعيبه بتجري فيه في المرتدات، يعني ده بقى مشهد هتشوفه مره مرتين ثلاثه على الاقل في كل ماتش يعني. فبيطلع تشافي يقول انه الفرص وانه الدنيا واصل هناك وانا زعلان وهم زعلانين وكلنا متضايقين وعلى الله يعني. ايه بقى يا معلم؟ مهزله ايه بقى يا مهزله معلم؟ مهزله بجد مهزله. يعني حتى تاثير التصريح بتاع تشافي ان انا همشي وبتاع، كان رجع برشلونه من كاس سوبر يعني الامور احسن شويه وفاز على الفيس باداء مقنع جدا، فاز على السونا على ما اذكر بس ما كانش اداء 100%، لكن ماتش على فيس وانا الستاندرد بتاعتي عاليه شويه عشان محدش يقول لي يعني انت مش عاجبك العجم. فجه ماتش غرناطه، لا غرناطه فريق بره ارضه وفريق ضعيف جدا، هو حتى الارض ضعيف بس على ارضه. فهمت على فكره التعادل اللي حصل في ماتش غرناطه في الذهاب، ولكن انت حتى براين زاراجوزا يعني ما بقاش موجود حتى، وموضوع بايرن ميونخ ده والقصص دي. بالنسبه لي فياريال الشوط الثاني عطى ده اول مش طبيعي، مش اول والله ما في، انا لم يعني اعد مش اتذكر طبيعي. متى بدات هذه المهزله. برشلونه سيء جدا من فتره طويله، سيبك من فياريال، برشلونه بيستقبل هدفين ثلاثه كل مباراه وما فيش ماتش بيطلع على الشباك نظيفه. لا 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 الموضوع اكبر من مباراه. طيب ما هو نفس الشخص اللي السنه اللي فاتت لما لقاها كده شويه انزل يا باشا بالاربعه مفرودين فردت انشيلوتي كده جنب بعض احمي خط الدفاع وكانت مشيت شويه، يعني هو عارف الحل فين، يعني هو كان حط جافي وشغل جافي على الطرف راح جافي ومشيت شويه يعني كانت ماشيه، يعني هو عارف الطريقه منين. بص هو كان في جافي وكان في بيدري في افضل حالاته، كان في فرانك كيسي، كان في سيرجيو بوسكيتس رغم مساوئه في بعض الاوقات لكن برضه ما زال لاعب ممكن يبقى على الكره بشكل كويس، بيقرا اللعب، مش اوريور روميه يعني، هو مش ديونج اللي هو مهموم بالهجوم اكتر من الدفاع رغم ان هو عنده قدرات دفاعيه جيده، بس التاكلز كان في فيديو كده شفته في بعض اللقطات كانت غريبه جدا منه يعني. فالامور مش ماشيه بشكل كويس، حاله غريبه لاراوخو، ففي حاجات انا وبالمناسبه هنا مش ببرر لتشافي خالص بل بالعكس هو ممكن يكون جزء من مسؤول عن القصص دي. فلا الفريق في بعض الاوقات السنه اللي فاتت لو تفتكر كنت بحكي لك على الماتشات كان بيلعب فيها باربعه، وكنت بكلمك عن استخدام جافي في ما بين الخطوط كلاعب رابع او بيدري، فالفريق احيانا كان بيلعب باربعه بس كان بيلعب بجناح واحد، وقلت لك دي بتبقى مفيده عشان بلدي يتقدم للجانب الايسر، فاكر ماتش اتلتيكو لو تفتكر. فالاستخدام الحاجات دي ما بقتش نشوفها، بقينا نشوف فريق عنده اجنحه كتيره فلازم يلعبوا، عنده لاعبين مش يعني رحيل بعض اللاعبين زي سيرجيو بوسكيتس او حتى جوردي البا رغم ان جوردي البا كان ضاغط شويه على بلدي اللي هو ما بقاش مستوى سيء. في جندوجان فالامور مش جندوجان في اهم لاعب تكتيكي في العالم في الملعب، لعيب ممتاز طبعا، وجندوجان واحد من افضل لاعبي الفريق لم يكن افضلهم الموسم ده يعني. كان في لاعب بيتنافس معاه مش متذكر كان مين، هم مين فيهم افضل من الثاني في الموسم ده، لكن هو جندوجان يعني صفقه كان في الاول في لحظه ما كان كانسيلو في لحظه الناس كان مع جو فيليكس بس انا قلت له ما تقلقش على جو فيليكس شويه. جو فيليكس لعيب هيديك في بعض المباريات لكن مش عندوش الكونسيستنسي خالص. وحاليا سيميوني اللي بيضحك اخيرا مش بيضحك يعني فاهم قصدي، ما كانش بيضحك في الاول زي جو فيليكس لكن ومش بقول ان اللعيب سيء لكن زي ما بقول لك التطلعات جميل. برشلونه برضو عندها مش بنتقدهم لكن انا بحلل الموضوع او بوصف واقع، عندها مشكله نفسيه كبيره قوي ان هي اتخذت من قمه من اللاعبين المميزين اللي احتشدوا في فريق واحد هبدت جامد صحيح. فالهبده دي بقى اي لعيب بس يديك لمحه كده تحس ان انت يا ترى راجع للزمن الجميل شويه لفوق شويه يا لبيا، فالاكسبكتيشن سهله جدا على اللعيبه بشكل كبير جدا، حتى الناشئين بيطلعوا بيتحرقوا بسبب القصه دي. ففي النهايه برشلونه تخبطات كبيره والموضوع رحيل تشافي ده حل يا عطا؟ يعني رحيل تشافي ده هيحل حاجه؟ ممكن يحل حاجات طبعا يعني بالوضع ده يحل هيحسن مش لازم يحل. ترشح ايه؟ ترشح عوده انريكي، تياجو موتا، هانز فليك؟ انا مش يعني هانز فليك كمدرب ممتاز بس مش حاسس كده ان الامور هتمشي معاه في برشلونه، مش حاسس ان الكيمياء دي هتركب. تياجو موتا لما جوارديولا راح بايرن ميونخ رغم كل النجاحات اللي حصلت دي كان في نوع كده من الاستغراب طريقته. هانز فليك برضه اعتقد هيالعكس هيبقى هي مشكله. انا يعني ما زلت برضه بشوف انه فكره مش هقول في امل في يورجن كلوب لان يورجن كلوب واضح ان هو مصر يعني بس كنت اشوف يورجن كلوب مثالي اللعيبه المدرب اللي الناس هتصبر عليه، المدرب اللي هو هيقدر يجمع ما بين الطريقه بتاعت برشلونه والطريقه اللي فيها تحسين شويه للفريق يكون مباشر بشكل اكتر لكن مش موجود كلوب. ومش عارف ليه برشلونه ما يحاولش على تشابي الونسو.